جزء كبير من ماء الشرب مصدره المياه الجوفية التي تنتج عن تسرب الأمطار إلى الأرض وتغلغلها في بطنها. بعد مرورها عبر طبقة التربة تتدفق المياه بين الرواسب والصخور. عندما تصل إلى طبقة غير منفذة تتجمع في المساحات الفارغة. هذه المساحة المشبعة بالمياه تسمى طبقة المياه الجوفية. منسوب الماء الأرضي هو الحد الفاصل بين هذه الطبقة والأرض غير المشبعة. تحت منسوب الماء الأرضي تملأ المياه الجوفية الفراغات حول الرواسب والشقوق في الصخور. تعرف المياه الضحلة بالمياه الجوفية وتشير عموماً إلى طبقات مائية حرة حيث تتدفق مياه الأمطار مباشرة إلى الطبقة غير المنفذة. وهناك أيضاً طبقات المياه الجوفية المحصورة بين طبقتين غير منفذتين. قد يصل عمق طبقات المياه الجوفية هذه إلى أكثر من 1000 متر أحياناً. تتواجد أكبر طبقات المياه الجوفية في أحواض رسوبية من صخور مسامية للغاية كالحجر الجيري والرمل والطباشير، وهي أقل شيوعاً في التكوينات الصخرية البلورية والبركانية. تتدفق المياه في الخزان الجوفي إلى أسفل منحدر طبقة غير منفذة وتصبح مشبعة بالمعادن. يمكن أن تعتمد وتيرة التدفق على نوع الصخرة، إذ تتدفق المياه أحياناً مئات الكيلومترات، ويمكن أن يستغرق الأمر قروناً. ينضم مجرى المياه إلى طبقات المياه الجوفية الأخرى والأنهار والمستنقعات وحتى البحر. تغذي المياه الجوفية الأنهار القريبة في فصلي الربيع والصيف، ثم تعيد الأنهار إمداد طبقات المياه الجوفية في الخريف والشتاء بعد هطول الأمطار. لابد من الإشارة إلى أنه لاستخراج المياه الجوفية يحفر الناس الآبار، ونظراً لأن المياه في الخزان الجوفي المحصور تتعرض للضغط بشكل عام، تحدث البئر ضغطاً للسماح بتدفق المياه تلقائياً، يسمى ذلك البئر الأرتوازية. وللحفاظ على جودة المياه يجب أن تظل طبقات المياه الجوفية عند مستوى معين، بالإضافة إلى وجود حدود محيطة بمستجمعات المياه لحمايتها نظراً لحساسية المياه الجوفية على التلوث.